باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم المؤلف عقد هذا الباب حتى تطبق التوحيد حتى عند من ظلمك، لأن الآن التوحيد كان في حال السراء، الآن يريد يبين لك التوحيد في ماذا؟ في حال الشدة. لا تنقض عهد الله إذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا تجعل، إن ممكن إن هذا ظالم، هذا متعدي، هذا محارب، صح؟ لكن تثق بالعهود ولا بد. لماذا؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا. فأراد والله أعلم أن يبين أننا لابد نفي بعهد الله الذي أخذ الله سبحانه وتعالى على بني آدم، وأراد أن نفي بالعهود مع الكفار، مع أننا هم أعداء لنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صالح كفار مكة في الحديبية، عمر رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال على ما نعطي الدنيئة في ديننا، ثم بعد أن أجابه النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى أحد إلا لأبي بكر. لماذا؟ لأنه يعرف فضل الصديق. وسبحان الله أجابه الصديق بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه رسول الله وإنه على الحق فاستمسك بغزله، يعني المكان الذي يمشي به النبي صلى الله عليه وسلم لا تمشي إلا فيه. وكان كل الخير في صلح الحديبية. إذن حتى وإن كان ظلمك الكفار تعدوا عليك، لا تتعدى على حقوق الله، لأن الله أمر بماذا؟ بعدم نقض العهود، إلا إذا نقضوا العهد هم الذين نقضوا، وهذا سيأتي معنا تفصيله بإذن الله تعالى. نعم. باب ما جاء في الإقسام أو التألي على الله، يعني هذا يترفع على الله سبحانه وتعالى. الإقسام على الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يقسم بما أخبر الله به أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على قوة الإيمان. يقول والله لا يغفر الله لمن أشرك بالله شيئا، إن الله لا يغفر شيئا. الثاني أن يقسم على الله، هذا هو الذي ساق المؤلف هذا الباب من أجل التألي على الله، تحجب سعة فضله، يقول والله لا يغفر الله لفلان، كأنه جعل هذا نفسه أعلى من الله مغفرة. صناديد بعضهم كان على الكفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلان وفلان وفلان، قال الله سبحانه ليس لك من الأمر شيء، هؤلاء الثلاثة أسلموا حسن إسلامهم، فانظر إلى العداوة كيف تنقلب إلى ولاية، لا تغلب هذا الباب ولا تتألى تترفع على الله، وأن هذا موجب نسأل الله السلامة لإحباط العمل. الثالث أن يقسم على الله لقوة رجاء وتعلق بربه، لكن لا بد يكون لديه من العمل ما يقتضي هذا. مثاله أنس بن النضر، أنس بن النضر صحابي رضي الله عنه، هو أخو للربيع، ربيع هذه كسرت ثنية جارية من الأنصار، فاحتكموا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنية الربيع السن بالسن. أنس قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر. لم يقل هذا يقول شيخ العثيمين اعتراضا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا لقوة رجعه وتعلقه بربه، وأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرده، قال هذا
فعندما رأى الأنصار هذا من أنس رضوا وتنازلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كيف لا وقد قال في أحد، في أحد قبل أحد قال: والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. كرامات أولياء استشهد في أحد، مثلوا به الكفار لم يعرفوا أحد، قطعوه إلا ربيع عرفته ببنانه رضي الله عنه. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين. نعم، تشفع بالله على أحد من خلقه، يعني هذا جعل رتبة المخلوق أعلى من رتبة الخالق. يصح أن الإنسان يأتي إلى المريض، المريض يأتي إلى الطبيب يقول المريض تعبان، لا إشكال، هذا ليس باعتراض، لأنه لابد يبين لمن؟ للطبيب، يقول عندي كذا لا أنام الليل مثلا، هذا ليس بالاعتراض عن قضاء قدر، مفهوم؟ أما أمام الناس يقول أوف وتعبت وكذا، لا. يأتي للقاضي يقول فلان ظلمه، أتعبني فلان جالي مثلا، صحيح؟ أي نعم، يصح. فجاء هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له الحال، يصح. لكن عندما ذكر أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من رتبة الله أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. لم ينكر عليه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو في حياته عليه الصلاة والسلام حي وحاضر قادر، أعتقد أنه سبب. نعم، آخر باب في هذا القسم أراد أن أبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أفعال سبب كفر بني آدم، هنا حمل النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال، إذا سد كل طريق يوصل إلى الشرك. حمل الاعتقاد طبعا هذا أهم ما يكون وأول ما يكون. جاءوا إليه وقال: أنت سيدنا. خاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: السيد الله تبارك وتعالى. السيد الله، قال: الذي كمل في سؤدته، كمل في ربوبيته، كمل في ألوهيته، كمل في أسماء وصفاته، السيد الله تبارك وتعالى. خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يستدرج بهم، ولا يستهوينكم، لا يستميلنكم، لأن الشيطان يريد أن نغلو فيه عليه الصلاة والسلام. ما هو أعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد لا يعبد رسول، قال: إنما أنا عبد. فقولوا إذن أعلى ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لا يعبد رسول الله كذا. قال: أنت سيدنا وابن سيدنا. قال: قولوا بقولكم ولا يستجيبنكم ولا يستميلنكم ولا يستهوينكم. إذن الشيطان يريد أن نغلو فيه عليه الصلاة والسلام. ختم بهذا الباب ثم انتقل إلى القسم الأخير. نعم.